بسم الله والحمد لله والله أكبر. رب يقول كتب، كما كتب علينا الصوم، كما كتب على الذين سبقونا بالإيمان. عننا كتب عليكم يا أمة محمد، ومحمد إمامكم، كتب عليكم عليه الصلاة والسلام، كتب عليكم القتال. ويوعي الداعي الإسلام ولا يحدث نفسه بأن القتال قد كتب عليه، فلا يأمن شر الشيطان لأنه يكيد لهم. وعنا في القرآن ما يفضح هذه الحالة، قد سوعد كل كان مسلم ولا شيخ الإسلام هو جبان ولا يفكر لحظة باش يكون من أمة القتال الشرعي، شرعي يعني عند الله. وبرعد تلقاهم في السياسة عندهم ما يقولوا، في سوء الآداب عندهم ما يقولوا، في كما تكونت لخبطة في علمهم بالتاريخ. أي تاريخ؟ قالوا أنا عالم مختص في التاريخ وأنا أستاذ جامعي. سيب عليك، قالوا التاريخ منين جاك أنت؟ تراطيني وقتاش سقطت غرناطة، وقتاش انفصلت الكنيسة الغربية عن الكنيسة الشرقية، متى؟ أعطونا نمو بالتهم عندنا اللي هم من الأمر قبلكم أنتم. هم ما يعرفوش، هم حتى وصلت اللقطة إلى أن ما قالوا عن سيدنا عيسى عليه السلام ولد في كذا وكذا، لا يعرف. 24 ديسمبر، والله أعلم وقت الاسم ديسمبر ماذا يقابله عند ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. يعني كلهم في الهواء سواء، يعني يعلمون أو لا يعلمون أنهم لا يعلمون، نسأل الله السلام.